معنا هاتفيا المشاهدين الكرام من اسطنبول الكاتب السياسي نظير النداوي. سيد نظير، مرحبا بك. اذا الحزب الشيوعي قال ان هناك صدمة بالتيار المدني بحسب تعبيره بعد اعلان التحالف بين كتلة سائرون وكتلة الفتح، ما اسباب هذه الصدمة التي وصفها الحزب الشيوعي؟ مساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة الصدمات ربما لن تكون هي الأخيرة من تصرفات مقتدى الصدر، فهو دائما ما يفاجئنا بقرارات وتحالفات متناقضة تبين على أن لا رؤية له ولا أهداف ثابتة له. فبالوقت الذي صدم الشعب العراقي بتحالفه مع التيارات الحزب الشيوعي، الآن يصدمنا بتحالفه مع الذين كان يعني ليلا ونهارا يبين أنه هو ضدهم وضد الفساد وضد المحاصصة الطائفية وغير من هذا الكلام الذي كان يحاول أن يخدع أتباعه ويحاول أن يخدع الشعب العراقي بهذه الرؤية. نجده الآن يكون يعني يذهب إلى هؤلاء طائعا للأجندة الإيرانية، لمحاولة لملمت كل هذه الأطراف الشيعية في تكتل واحد، تكتل طائفي يحاول أن يحكم البلاد مرة أخرى. فهو ليس مستغرب هذه الصدمة من التيار المدني أو سواء من عمار الحكيم وحتى أياد علاوي الذين وثقوا به وتحالفوا معه بتحالف ثلاثي، الآن يتركهم ليذهب إلى العامري ولربما يلتحق بهم المالكي ليشكلوا تكتل شيعي كبير لحكم البلاد 4 سنوات قادمة مع هذه الميليشيات الوقحة كما وصفها الصدر. طيب، واشنطن تايمز ذكرت في تقرير لها أن جميع الفائزين في الانتخابات بالعراق يخضعون لسيطرة إيران، هل زادت الانتخابات الأخيرة من نفوذ إيران على المشهد السياسي في العراق؟ في بداية يعني خروج النتائج تفائل بعض الناس يعني بتصدر مقتدى الصدر، قائمة مقتدى الصدر، على أن هذا شيء أو تعبير على أن الرافضين للنفوذ الإيراني سيتصدرون المشهد، لكن حقيقة الأمر أوضحت بأن ليس هناك أي حزب ذو مرجعية دينية شيعية هو خارج عن المسار الذي ترسمه له إيران. وهذه التحركات التي يقوم بها قاسم سليماني الآن من لم شتات يعني البيت الشيعي عبر هذا التحالف الجديد بين سائرون وبين الفتح، والآن يحاولون ضم المالكي إليهم، يدلل على أن النظام الإيراني يده متغلغلة في كل الأحزاب العراقية لا سيما منها الشيعية، ولهم الكلمة الأولى والأخيرة في رسم أي خطط سياسية أو تشكيل أي حكومة جديدة في العراق. وهذا ما دعا كريم النوري بأن يصرح أن تحالفهم مع تحالف سائرون متناغم مع رؤية إيران وأمريكا أيضا ولا تحفظ عليه، ما تعليقك على هذا التصريح؟ نعم، هذا حتى أيضا كشفته النائبة انتصار علاي التي تقول أن الإدارة الأمريكية كان لها دور في الضغط على المفوضية بإعلان أن المشاركة كانت هي 44%، ولكن حقيقة الأمر هي كانت 20% ولا تتجاوز هذه النسبة، مما يدلل على أن الولايات المتحدة هي تريد أن تمضي العملية السياسية الحالية بكل سيئاتها وبكل تداعياتها المأساوية على الشعب العراقي تناغما مع ما تريده أيضا إيران. وبالتالي الخلاف الإيراني الأمريكي ربما يكون في جميع الملفات سوى الملف العراقي، هناك توافق ما بين هذين النظامين، النظام الأمريكي أو النظام الإيراني، والخاسر الوحيد يخرج من هذا الأمر هو الشعب العراقي. الشعب العراقي يجب أن يكون له حقيقة، أنا في كل مقال أكتبه أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للشعب العراقي، وإلا فإن كل الدوائر السياسية سواء الخارجية منها أو الداخلية لا تصب يعني أجنداتهم في مصلحة الشعب العراقي. يجب الآن الشعب العراقي يخرج إلى الشارع، يجب أن يقول كلمته، يجب أن يعلن عن رفضه لكل هذه العملية السياسية التي أدت بالبلد لهذه الحالة المأساوية التي يعيشها.
وإلا فإن هذا المسلسل سوف يستمر إلى ما شاء الله، ولربما نترحم على هذه الأيام السيئة التي نعيش فيها، لأن القادم ربما سيكون أسوأ وأسوأ بكثير. شكرا جزيلا لك من اسطنبول هاتفيا السيد نظير الكندوري الكاتب السياسي العراقي.